الله يسلمك. اشتقت لك كتير. وانت كمان وحشتيني قوي. ليش ما قلت لك جاي اليوم؟ كنت رحت استنيتك انا بالمطار. ما حبيتش ازيك. هلا هيك؟ ليش انت ما بتعرف انك انت حياتي وروحي وعمري كل شيء لي بهالدنيا؟ هو موني في يا موني. لا دخيلك لتفيقه بس بدي اتقبلنا. مدحت حبيبي شبك؟ حاسستك مو طبيعي. في شيء زعجك بهالسفرة؟ لا ابدا ما فيش حاجة. طيب نتعشى؟ ليش نفسي؟ طيب شو جبت لي معك هدايا من مصر؟ جبت لي الجبنة الرومي اللي انا بحبها والمانجا اللي انا بموت فيها؟ مدحت حبيبي شو في؟ ولا قلقتني؟ رنا احنا محتاجين نتكلم شوي. خير شو في حبيبي؟ نزلت حرارتها؟ ما لو 30 وشحطين؟ عمو شو رأيك ناخذها على المستشفى؟ لا هي عمو شو نسيت انه انا دكتورة؟ على كل هلا على خفض الحرارة اللي عطيتها اياه والكمادات الباردة رح تنزل حرارتها شوي ان شاء الله. يا عمري انت قبل شوي ما كان فيك شيء، شو صار لك على فجأة؟ خيبة الأمل. ما ونحن كبار نتحمل نضغط على حالنا ونحبس وجعنا جوا، بس هي بنت صغيرة ما فينا نتمثل على حالها مثلنا. بابا شو قلت؟ رانا حبيبتي عشان خاطري اهدي شوية عشان نعرف نتكلم. مدحت عم اقول لك شو قلت؟ بعيد بدي اسمع. كان لازم تعرفي الحقيقة. حبيبي بالله بالمزح ما بدك تبطل هالعادة السئيلة. بتمزح مزح تقيل وبتنقزني. قلي انك عم تمزح مدحت، قلي انك عم تمزح. لا. كيف يعني لا؟ كيف يعني لا؟ احكي رانا حبيبتي والله العظيم انا بحبك قوي. عشان كده خبيت عليكي. كنت خايف لو عرفتي ما تقبليش تتجوزيني وانا ما اقدرش اعيش من غيرك ثانيه واحده. هلا جاي عم تقلي؟ هلا يا مدحت بدك يعني هيك اتقبل فجاه انه جوز اللي صار لي معه عمر عنده بنتين؟ شوف المعربي هاد. أنا ما عم بقدر صدق. أنت يا مدحت تعمل فيني هيك؟ ليش؟ يا حبيبتي والله جدت ظروف أجبرتني إن أنا لازم أقول لك. ظروف؟ أي ظروف هي تخليك تخدعني كل هالفترة؟ أنا ما عم بقدر صدق. ما عم بقدر صدق إنك أستاذ بالكذب والتمثيل. رنا ما يصحش تكلميني بالطريقة دي. وبعدين هو أنا خنتك؟ رفقت واحدة عليكي وإحنا متجوزين؟ أنا كنت متجوز على سنة الله ورسوله. وولادي دول كنت جايبهم في الحلال. يعني ما عملتش حاجة تغضب ربنا. ما عملت شيء يغضب ربنا؟ والكذب والغش والخداع
هدول كمان ما بيغضبوا ربنا؟ وأنا أنا المرة اللي حبتك ما عملت شي بحقها؟ رنا حبيبتي والله العظيم بحبك بحبك، وكنت متأكد إن البنات مش هيأثروا على حياتك، ولو كنت قلتلك الحقيقة ما كانتش هتفرق معاك في حاجة غير إنها ممكن تمنعنا من إن إحنا نتجوز وتنغص علينا حياتنا. صدقيني أنا بحبك. كيف يعني؟ أنت متخيل إنه أنا مهما كانت مشاعري قوية تجاهك بتخليني أمل أتجوزك وأهتم عيلي بحالها، ابني سعادتي على خربان بيت في طفلتين صغار هن بحاجة أبوهن، كيف؟ ولك كيف؟ يا رنا أنا كنت بحبك بحبك وما كنتش هسمح لأي حاجة إنها تفرق ما بيني وما بينك، افهمي بقى. أنا ما عم بقدر صدق، أنا مصدومة فيك، والله مصدومة فيك. ورجع الأمير وعاش مع أمه وأبوه بالقصر الكبير، وتوتة توتة خلصت الحتوتة. مامي كمان حكاية تانية. مامي صرت حكيت لك 10 حكاية، يلا لشوف غمض عيونك ونام. مامي وينو بابي؟ ماما كأنه كتران أسئلتك، غمض عيونك ونام قبل ما تجي الفراشات الحلوة وتلاقيك فايق، بتقوم تتركك بتروح لعند الأولاد الحلوين اللي نايمين، بتاخدهم مشوار حلو كتير كتير كتير، بتتركك لحالك هون، شو رأيها؟ خلص مامي أنا ما بشتاق لبابا وما كتير اشتاق له، خليه يجي. حاضر يا عمري، بحكي معه وبقول له يجي لأنك أنت كتير اشتاق له، تقبر قلبي. يلا لشوف غمض عيونك ونام قبل ما تيجي الفراشات الحلوة. يلا يلا حنام. مامي ما اجي الفراشات. مامي انت شقوة كتير، يقبرني. يلا نام نام. ابعتي لي الفريق لتحت، تحت بده تنظيف، المركز كله بده يشوف عم وجوش بالنظافة. الله يخليكي فاتن. ايه شكرا. رنا سامحيني أرجوك بحبك. أهلين ببنات العيلة والله. تعالوا تعالوا ليكي رنوشة، جايين لعندك مثل ما نحنا، يعني مثل ما بيقولوا بعجبنا وبجرنا، بدنا ياكي تشكلسين أمورنا وتتوصي فينا وتطلعي كل واحدة مننا أحلى من التاني. ماما؟ إيه ماما؟ هلأ ليش تيتي زعلت من مبارح لما قلت لك تجيبي لي طوق مثل طوق طنط ريتا؟ هي رفيقتي حاطة مثله. رفيقتك مسيحية؟ لا ماما رفيقتي نغم. لا مو قصدي اسمها، بجوز تكون ديانتها مسيحية؟ شو يعني؟ عادي لشوف لك شو يعني. وانا حبيبي فاروق اذا بطلب منه لبن العصفور بيجيب لي اياه، حتى بالعلامه اسالهم شو مو سالوني الي. على فكره مربت لبن العصفور ما عاد شغله مستحيله، بفرنسا عم بيبيعوه بالسطوله، اذا بدك بجيب لك معي. كثير بايخه هلا الواحد، بشو صار بيتباهى حبيبتي؟ حبيبتي بدكم تلاقوا شيء وجوده مستحيل غير لبن العصفور. لك حاجتكم جنان انتي وياها، ولك هي لبن العصفور كذبة اخترعتها حوا، قال بس لحتى تورجي آدم قديش بيحبها وبيهتم فيها. ليش حبيبتي هبة؟ انتي ضايقتي لبن العصفور؟ عندك بالبيت حبيبتي. حلوة يا حبيبتي.
تنتبهي معقول؟ ما في شيء بس حاطه ايدي باب الغزاله عادي لطيف. اي سلامتك سلامتك. ميرسي. دوموزيل في كلك الحلاق مشان ما يخربوا الحجار اللي فيه من الكريم. لا لا ما في مشكله هذا الماس. صرتي تعرفي هلا بالذهب والالماس كمان؟ هاد يعني انه نحن ديننا الاسلام وهن دينهم المسيحيين. كمان ما فهمت. ماما انت ما قريت بالكتب اللي جبت لك اياهم انه رب العالمين كان كل مده يبعث رسول للناس مشان يهديهم؟ ايه قريت. حلو. سيدنا المسيح نزل على اهله هداهم وقربهم من رب العالمين. أم صاروا كل الناس اللي بيآمنوا فيه اسمهم المسيحيين، يعني مثل طانت ريتا ورفيقتك نغم. ورمز المسيحيين الصليب، وقبل ما تسأليني شو يعني الصليب، رح أعطيكي كتاب تقري فيه كيف سيدنا المسيح تعذب وانصلب. يا حرام. أم بعد فترة رجعت العالم تغلط وتعمل شغلات مو منيحة، فرب العالمين بعت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مشان يهدي الناس ويقربهم من الله. أم صاروا كل الناس اللي بيآمنوا فيه اسمهم المسلمين. ما شفتي ببيت جده كيف حاطين صور للقرآن الكريم؟ ومنحط أحياناً مصحف صغير منزين رقبتنا فيه. مثل اللي حاططيه أنتِ. مزبوط. وهلأ قولي لي، شو فهمتي من هذا الحكي؟ إن المسيحيين بيحطوا سلسلة فيها صليب، والمسلمين بيحطوا سلسلة فيها مصحف ذهب. هلأ هذا اللي فهمتي من كل هالحكي؟ لك دخيل زكاتي هاتي بوسة. طيب ليش نحن مسلمين وطنطريتنا مسيحية؟ ماما كأننا نسينا نسوي موز بحليب. يلا قومي قومي بسرعة. انتبهي يا حواء، فليس كل ما يلمع ذهبا، وليست أنوثتك سوى وهم، وهم تضحفين به الكون وتنسين نفسك أيتها الناعمة الملساء كنعومة الأفعى الرقطاء. انتبهي يا حواء. أفعى رقطاء لتقرصك من بين عيونك إن شاء الله. أستاذ علي كأنك ناديتيني. لا استاذ تيم، ما ناديت لك، واكثر شيء بيستفزني بهاللحظه ينط حدا منكم بوشي. منا؟ مشان الله بلا كثر حكي، روح جيب لي بروفيت عدد جديد وتعال بسرعه يلا. علي. عرقت قال انا بفرجيك. السما بالنسبه الي هي حياتي. هي المكان اللي بحس فيه اني فراشه طايره بلا حدود وبلا قيود. بس يا علا، السما ما في مكان توقفي عليه. اي دخيلك وبلاها هالوقفة خليني هيك طايرة. اي بس كمان الثبات على الأرض حلو. لما يكون عندكم هدف يخليكم متعلقين بهيك أرض. بس نحن بصراحة ما عنا شي يخلينا متعلقين بأرضكم. السما هي أرضنا. لك صحي، وين راحوا هدول وتركونا؟ كأنه نشف الماسك.